الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهد الكريم الى حلقه جديده في هذه السلسله من التدبر في ايات الله عز وجل في هدايات القران المتنزل علينا في كتاب ربنا سبحانه التي وضع لها هذا العنوان المبارك ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم من هدايات القران للتي هي اقوم الهدايه الى الى الطريقه في تلقي الاخبار الى الى الحق والى الصواب في تلقي الخبر الى الطريقه التي هي اقوم في تلقي الاخبار. آه القرآن يقص علينا في آه في في, قص في سورة الحجرات آه حدثا وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان قد بعث آه من يجمع بعض الزكوات من آه من اقوام مسلمين فاولئك الاقوام خرجوا بـ بـ بسلاحهم وربما كان هذا الخروج بالسلاح نوعا من من الاحتفاء بالضيف الكريم الوافد يعني في عاداتهم أو في أعرافهم الرجل عندما شاهد المنظر والناس قد خرجوا بسلاحهم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم قد هموا بقتله وأنهم ارتدوا عن الإسلام وأنهم وأنهم فرسلم ما سارع إلى تصديق هذا الخبر وإنما ذهب يتثبت ويتبين فأرسل خالدا للوليد رضي الله عنه وأرضاه فما إن اقترب خالد من ديار القوم حتى سمع الأذان يرفع وعلم أن الناس على دينهم أن الناس مسلمون ثم كان ما كان من تبين الخبر أن الخبر ابتداء لم يكن صحيحا فلو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بذلك الخبر الأول لقتل لا 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 المسلمون آه بعضهم بعضا آه القرآن قص علينا هذا الخبر يا أيها الذين آمنوا آه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم واعلموا ان فيكم رسول الله هم يعلمون ان فيهم رسول الله، لكن المقصود ان ينزلوا هذا الامر منزلته ان فيهم رسول الله. لو يطيعهم فيما يحبون ويكرهون وفي اهوائهم وفي ميولهم لاصابهم بذلك العند والمشقه. فهذه الآية الكريمة تبين منهجا في الـ في الـ في اخذ الاخبار وفي تلقي الاخبار ولو تاملنا هذه الايه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يقل القران فكذبوه يعني حتى الفاسق ربما جاء بخبر صحيح وعلى هذا فنحن في الخبر لا ننظر الى فقط الى من من الذي قال الخبر حتى وان كان معلوما عندنا بالكذب أو كان معلوما عندنا بأي صفة أمر المسلم جميعا أنه ينظر في ينظر في حقيقة الأمر وينظر إلى القول لا ينظر إلى القائل وينظر في الخبر نفسه لا ينظر فقط لا لا يصرفه المخبر عن الخبر فربما كان صحيحا القرآن ما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فكذبوه مباشرة قال فتبينوا يعني تثبتوا و فينبغي علينا حاله اذا جاءنا خبر يهمنا ان نذهب نتبين ونتثبت ونتاكد ونستوثق وهكذا فلا يسلم الامر تسليما ولا يكذب ابتداء يعني لا التسليم مباشره بالخبر ولا تكذيب الخبر وانما اعمال التثبت والتاكد والتبين والحق ان هذا هو حال المسلم في امره جميعا، ليس فقط في تلقي الاخبار، حتى في العلوم وفي المعارف، هذه القاعده قام عليها علم شريف جليل من علوم الاسلام، هو علم الجرح والتعديل، والطريقه التي كان ياخذ بها علماء الحديث، الحديث قام على قامت على هذا المنهج، على طريقه التثبت والتبين والتاكد. وقامت عليها كثير من علوم الاسلام. وهو وهذا هو حال المسلم في امره جميعا كما قلنا، يعني لو جاءت نظريه جديده في اي باب من ابواب المعرفه، المسلم حاله معها لا يكون التسليم مباشره لها ولا يكون التكذيب والاعراض عنها فقط لانها جديده، ولكن ينظر و... ويتثبت ويتبين هذا منهج للمسلم وهناك منهج اخر موجود في الحضارة الغربية منهج يقوم على الشك، أن الإنسان ابتداءً يشك في كل شيء، فرق كبير بين منهج الشك وبين منهج التثبت، التثبت أنك تعطي هذا الأمر حقه، فلا منهج الشك على الإنسان في حالة من 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 القلق ومن ومن عدم اليقين في كل شيء وهو يميل الى ابتداء الى تكذيب كل شيء ولا يسلم بشيء لكن المسلم منهجه التثبت لا يسلم بكل امر ابتداء كما قلنا لكنه كذلك لا يرفض كل شيء وانما ينظر ويتثبت ويتبين. ثم في خاصه امر تلقي الاخبار القرآن يقص علينا طائفة من القواعد التي ينبغي على المسلم ان يسير عليها في تلقي الخبر ابتداء ليس مطلوبا من المسلم أن يذهب ليتتبع الأخبار يعني هذا ليس حال المسلم أنه مشغول بتتبع الأخبار صحيحة كانت أم كاذبة القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني ليس, ليس من العقل في شيء أن تكون منصرفا فقط إلى إلى تتبع أخبار الناس وإلى آآ آآ النظر في الأنباء فعل ما هذا فعل وهذا ترك وهذا قال، هذا شأن الفارغين من الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تذهب تتتبع اشياء خفيت عنك وقابت عنك لا يكون همك فيها ان تذهب وتجتهد في اقتفائها وفي تتبعها رغبه فقط في ان تعرفها لا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اما الاخبار التي يكون فيها طعن في الناس او اتهام للناس هذه مساله اخرى هذه مساله القران جعل لها قيودا قيدا بعد قيد اولا ينبغي على الناس ان يحسنوا الظن بالناس هذا هو الاصل والاصل في الناس البراءه ان الناس جميعا في سلامه من في اعراضهم وفي في كل ما ينبغي على ان يصان فالأصل إحسان الظن بالناس آه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يعني آيات التي جاءت تبرئ أمنا سيدة المصونة الشريفة بنت الشريف الصديقة بنت الصديق سيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها تضع منهجا لتلقي الشائعات، كيف يكون حال المجتمع المسلم حينما تاتي اخبار تتهم بعض افراده بشيء. فالاصل احسان الظن بالناس، آه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ثم اذا كان الناس ثم اذا كان هذا المتهم آه معروف عنه الـ الـ الخير والاستقامه والرشد وهذا اصبحت له كذلك آه يعني يكون حاله يعني يحتاج الى ما فوق احسان الظن ان الأص ان تبادر ان تنفي عنه هذا الشيء. آه القرآن يقول: "ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم" ثم القرآن ينهى الناس عن عن المسارعة في نشر هذه الشائعات التي تقال والتي يعني في في قصة الإفك القرآن صور أن الناس في حال في حال الشائعات هذه كأنما يتلقون الأخبار بألسنتهم، الأصل أن الإنسان يتلقى الخبر بأذنه ثم يتفكر في الامر ويتدبر ولا يجري على لسانه الا بعد تثبت والا بعد تاكد وهكذا، لكن القران قال: اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله وهو عند الله عظيم، هذا كله عظيم يعني التكلم في اعراض الناس اتهام الناس بغير دليل هذا امر الان مشاهد في دنيا الناس. ان اي انسان يمكن ان يتكلم في اي انسان وليس عنده من دليل وليس عنده من علم فقط وجد الناس يقولون فقال وجد الناس يتهمون فاتهم آآ آآ هذه طريقه منهي عنها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي هدايات القران هذا كله مذموم وهذا كله منهي عنه فهي قواعد من احسان الظن بالناس من عدم المسارعه ابتداء من ان من عدم اختفاء من عدم الرغبه والشهوه في تتبع في تتبع الاخبار هذا كله منهج يعلمنا له القران في تلقي الاخبار صحيحه كانت او كاذبه عموما وفي الاخبار خاصه التي تتهم الناس او تقع في اعراض الناس الله نسال ان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان ينفعنا بالقران وبما فيه من هدى ورشاد والسلام عليكم ورحمه الله